بالنسبه لرمضان التيلي شويه اللي قبل فالسردين بزاف الكروفيت السيبيا بالنسبه للميداس كان البريوات البصيله البيتزا وهكذا هذه السمانه المقله زون حتى غالوق زون غاصة الغيلة لنقش فيها الحركة وبارات اللي سميتو اللي قبل غاصة حتى غير في مقلة زون السردي زون كوكروج زون داناناس زون الروبيو السمطة وي بالنسبة للمقلة تي اللي قبل بزاف بالنسبة للطاجين شوية تنقص مع الثمن يزايد شوية على حسب السوق على حسب سمان دروسن أجواء رمضان عادي جدا كيف بالنسبة للأثمنة كاين شويه ديال الزياده خصوصا في بيبي بالنسبه للفيليل ديال بيبي غالي شويه وبالنسبه للدجاج حتى هو تزاد شويه يعني الحمد لله الحمد لله الاجواء ثلاث مينا جد مناسبه الحمد لله اللي قبل ضعيف شويه ضعيف شويه اللي قبل هذا العام مقارنه من العام اللي فات ضعيف اللي قبل شويه الاجواء الرمضانيه ديال في المدينه كتشوفوا بانه بعد صلاه التراويح مباشره الناس كيخرجوا كيمشيو العدد منهم بالنسبه للرجال كيمشيو للمقاهي كيجلسوا حتى الاوقات متاخره من الليل كذلك بالنسبه لمجموعه من الحدائق على مستوى المدينه تيزنيت كما كنشوفوا دابا حديقه الامير مولاي عبد الله اللي فيها واحد مجموعه ديال الانشطه الترفيهيه ديال الالعاب ديال الدراري الصغار وكان كذلك واحد عدد كبير من الاسر العائله ديال العائلات التيزنيتيه اللي كتحج لهذا يعني الفضاءات اللي هي فضاءات خصوصا كتزامن مع حراره الشمس اللي هي محرقه هذه الايام وبطبيعه الحال يتوافد اليها عدد من الاسر اللي كتعتبر في اخر المطاف متنفس لها من هذه الحراره كاين كذلك واحد عدد من الانشطه اللي كنشوفوا في ساحه المشوار اللي فيها واحد حركيه ثقافيه على مستوى يعني تنظيم ديال واحد الفرجه اللي كيجيو ليها الناس ما يسمى بين قوسين بالحلاقيه هذه الساحه اللي كتعتبر من الساحات التاريخيه اللي هي كتكون في رمضان بحالها بحال ساحه جامع الفنا في مراكش كذلك كاين واحد عدد كبير من الانشطه اللي كتكون على مستوى بعض الفضاءات بعض المقاهي الادبيه في المدينه القديمه وكذلك على مستوى المدينه بصفه خاصه واللي هي كتعتبر ملاذ لعدد كبير من المثقفين والادباء ديال مدينه تيزنيت بدر الدين الحفظي يتولى التنفيذ الدقيقة الثانية عشرة مشاهدينا الكرام بدر الدين حفظي بدر الدين هيثم غلاب بدر الدين هيثم غلاب تدخل ممتاز ممتاز هيثم ساحة المشوار واللي كتحتضن كل سنة في مثل هذه الأيام الرمضانية تحتضن واحد الدوري المرحوم محمد بوسعيد اللي هو موعد سنوي للتباري وتنشيط الأطفال في إطار رياضة للجميع إذن هذا الدوري يمتد طيلة الشهر على مدى شهر رمضان بإشراك يعني مجموعة من الفرق الأحياء مجموعة من فرق الأحياء واللي بلغ العدد ديالها هذه السنة 24 فريق نظرا للإقبال الكبير هذا الدوري يعني تنصيغوا في واحد القالب تنشيطي ذو بعد فرجوي الهدف منه هو يعني تنشيط الحياة الرياضية بالمدينة في إطار خلال شهر رمضان ثم يعني جعل الرياضة هي دعامة أساسية لمحاربة الآفات الاجتماعية كالانحراف والتهميش والإقصاء الاجتماعي كان يهدف كذلك من ورائه إلى انتقاء العناصر الواعدة وتطعيم عمل الأندية المحلية بتيزنيت ثم يعني هذه العناصر الواعدة والموهوبين كتبعهم بالرعاية اللازمة سعيا لتحقيق الأهداف المنشودة سيتولى التنفيذ بدر الدين الحفظي ياسين يبعد الخطر للزاوية ياسين الكعبوده يبعد الكره للزاويه سينفذها ولد بوحماد ينفذ الحارس